انطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط الأول، الشوط الرئيسي المخصص للإخوة السودانيين، وهو شوط قعدان قوي جدا من واقع المشاركة الهائلة، 26 قعود تشارك في هذا الشوط. المركز الأول والصدارة من الجانب الأيمن، خرطوم، انطلاقة الخرطوم للسيد محمود عبد الله الشاعر، محمود بن عبد الله الشاعر مع الخرطوم على المركز الأول، وهو صاحب نقطة أيضا في السباق الماضي. الخرطوم ينطلق أيضا، تبيع جميلة، جميلة تفوز بالشوط الأول وهو يفوز بالشوط الأول للقعدان. المركز الثاني انطلاقة الشقب للسيد الجاهوري بن صالح الجاهوري مع الشقب على المركز الثاني، وسلالة الشقب الفحل الخاص بسيدي أمير البلاد المفدى المركز الثالث، انطلاقة شمعدان أو شمع الذهب، شمع الذهب للسيد علي بن حامد الكباشي على المركز الثالث. المركز الرابع انطلاقة دارفور للسيد عوض الله عيسى الكباشي مع دارفور، وغير دارفور بهذا العرض الممتاز إلى المركز الثالث، وصب ترشيحي على دارفور، ترشيحي في هذا الشوط على دارفور. المركز الرابع، الرابع ولد جبار عبد الحميد بن علي الرشيدي مع ولد جبار، والخامس أول إذاعة على انطلاقة مولع محمد بن دود مع مولع المركز الخامس. عودتنا إلى الشقب، إلى الشقب وإلى الخرطوم، الخرطوم والشقب، أو عفوا هذا هياض أو مياس، مياس للسيد محمود بن عبد الله الشاعر مع مياس على المركز الثاني. المركز الأول الشقب مشاهدين الكرام، ينطلق الشقب مع هذه اللحظة وخيب الترشيحات وانتصر في هذا الشوط ليقلب موازين الشوط. تهانينا لمالك الشقب الجاهوري بن صالح الجاهوري على هذا الفوز، ولكن مياس، مياس والشقب المركز الأول. إذن اللجنة تعطيه الشقب للسيد الجاهوري بن صالح الجاهوري، المركز الثاني مياس محمود عبد الله الشاعر، والمركز الثالث. يا سلام، توقيت الزمن يتحطم في هذا الشوط، توقيت السباق كامل في ختام الأشواط، توقيت الزمني 2:07:09 من الثواني. تهانينا لمالك الشقب والسلالة اللي ما تخيب الظن ولا تخيب الترشيحات، تهانينا لمالك الشقب الجاهوري بن صالح الجاهوري على تحقيقه لأفضل توقيت زمن.